هذا الوعد، وعد الآب، موعد الآب اللي اتكلم المسيح فيه للتلاميذ في بداية سفر أعمال الرسل وفي نهاية إنجيل لوقا، انتظروا موعد الآب الذي قلت لكم عنه. ولما قالوا له أين ترد، متى ترد الملك، قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. الكتاب هنا أعطى لهذا الموعد الإلهي، وعد الآب، موعد الآب، انسكاب الروح القدس، أعطاه صفة مبدئية جميلة جدا، قال أسكب روحي على كل بشر، كل بشر. فالوعد ده وهذا الموعد وهذه العطية الإلهية التي كانت في القديم فقط للأنبياء، التي كانت في العهد القديم فقط للممسوحين ملوكا وكهنة ورؤساء كهنة، زي ما حل الروح القدس على داود، هذا الوعد في العهد الجديد صار لكل بشر، للكبير والصغير، للشباب والشيوخ، للرجال والنساء، للفقراء والأغنياء. أسكب روحي على كل بشر. والكلمات اللي اتقالت هنا في سفر أعمال الرسل، امتلأ الجميع من الروح القدس، مش الاثنى عشر دول كانوا حوالي ما يقرب يمكن من 120، امتلأ الجميع من الروح القدس، رجال ونساء، رسل وتلاميذ عاديين. فالوعد هو لنا مش لاستحقاقنا، لكن هو عطية الآب لنا التي دفع المسيح ثمنها على الصليب، أن ينسكب الروح القدس علينا ويملأنا ونعتمد من الروح القدس، معمودية القوة، معمودية الروح القدس. وبعدين قال حاجة مهمة قوي بقى، قال ثلاث حاجات بتصاحب هذا الموعد، ثلاث حاجات بتصاحب هذه العطية، ثلاث مظاهر إعلان قوة حلول الروح القدس علينا وامتلاءنا من الروح القدس. فيتنبأ بنوكم وبناتكم وعلى العبيد أيضا والإماء فيتنبأون، فتكلم عن روح النبوة. وبين الحاجة الثانية تكلم عن يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، فتكلم عن الرؤى والأحلام. وبين الحاجة الثالثة وأن أعطي عجائب في السماء وآيات على الأرض. وأنا عايز أتوقف عن الثلاث حاجات دول، لأن ده اللي إحنا عايزين نشوفه بيحصل. إحنا مش عايزين فقط الكنيسة تمتلئ من الروح القدس وتعيش بقوة الروح القدس، ولا نرى هذه الأعمال التي تصاحب، التي تتبع الملء والسكيب وحضور الروح القدس في الكنيسة. الحاجة الأولانية يتنبأ، تكلم عن روح النبوة. إيه النبوة؟ النبوة عند كثير من الناس أتنبأ معناه أني أخبر بأمور آتية، لا، النبوة أكتر من كده بكتير. فالنبوة هي زي ما بيقولوا عليها هي أم كل المواهب الكلامية، كل المواهب الكلامية. إذ كان نبيا وعظا الشعب فآمن كثيرين ورجعوا إلى الرب، يقول الكتاب في سفر أعمال الرسل. فالنبوة هو أن أتكلم كلام من الله، النبوة أني أخذ ربنا وأتكلم كلام مش من عندي، مش من مخي، مش من أفكاري، مش من قراياتي، لكن روح النبوة أن الروح القدس يعطيني رسالة أنطق بها. الرسالة دي ممكن تكون رسالة تشجيع، ممكن تكون كلمات كرازية وإعلان لمحبة الله وخلاصه في المسيح، فالنفوس تتوب زي ما حصل في يوم 50 لما تكلم بطرس ونخصوا في قلوبهم، فهي روح نبوة، لأنها رسالة من الله تنخص القلوب، رسالة من الله يأخذ الروح القدس لأنه هو اللي وضعها على لسانه ويدفعها دفعا إلى ضمائر الناس فينخصوا في قلوبهم وفي ضمائرهم، فيقولوا ماذا نفعل لكي